أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ونقل الإمام الواحدي في أسباب النزول والبغوي في معالم التنزيل أن أعرابيا من البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني قد علمت متى ولدت، فأخبرني متى أموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فقال له الأعرابي: إن امرأتي حبلى، فأخبرني متى تلد، أو فأخبرني ماذا تلد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال: فأخبرني متى ينزل المطر. فقال له: غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة الآية. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيها المسلمون الكرام، إن من عقيدة المسلم أن يعلم أن الغيب لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بدأت بهذه المقدمة أيها المسلمون الكرام عباد الله لأعلق على حدث ملأ وسائل التواصل وضجت به وسائل الإعلام في هذه الأيام، ألا وهو نشر فيلم سوداني. هذا الفيلم ونال جائزة إقليمية واحتفى به أناس كثيرون هذه الأيام. والفيلم يحكي قصة شاب سوداني أو طفل ولد بعد فترة عقم طويلة من والديه، ثم لما ولد جاءت به أمه إلى أحد الشيوخ ليبرك الولد، والقرية التي عاش فيها الولد تعتقد اعتقادا كاملا في هذا الشيخ. وإن كان يا أخواننا القصة هي قصة خيالية، ولكن وراءها ما وراءها كما سنعلم قصة خيالية. طيب، لما جاء بهذا الطفل إلى الشيخ أخذه بيده ثم صار يبرك على الولد، وبعد أخبر أمه أن الولد سيعيش 20 عاما فقط ثم يموت.
الا بعيش 20 عام وقول. ثم صارت حياة الولد بعد ذلك حياة مأساوية مليئة بالحزن والكآبة، لأن المجتمع في القرية كله بيتعامل معاه إنه هذا الولد سيعيش 20 عاما ثم يموت، فأيضا بيتعامل معاه على أنه لن يعيش طويلا. أمه ما بتهتم به زي بقية الأطفال لأنه لن يعيش طويلا. الناس في الحلة ما بيعاملوا معاملة طيبة، ولا هو عاش حياته حياة كريمة. لماذا؟ لأنه حيموت. طيب، وهنا يا أخواننا ندرك سرا من أسرار الغيب، أن الله تعالى أخفى عنا علم الغيب بحكمة بالغة لكي يعيش الناس. اليوم أنت لو أخبرت بأنك حتموت بعد 30 سنة أنت حتكون حياتك سيئة من الليلة. في الوقت اللي فيه أنت ممكن تكون حتعيش 3 أيام فقط، لكن عايش حياتك تمام لأنك ما عارف حاجة. وهذا من أعظم الحكم الربانية. هذا الفيلم سعد به كثير من الناس وفرحوا. لماذا؟ لمجرد كونه فيلما سودانيا عربيا ينال جائزة إقليمية ويحتفي به العالم فقط، فرح مخرج الفيلم وكثير من الناس. ولم يبعد النظر في أن محتوى هذا الفيلم يبعث رسائل، هذه الرسائل من شأنها الطعن في الدين الإسلامي وهدم الدين الإسلامي عند الكثيرين. ولكن لعدم بعد النظر وليعلم الناس أنه ما من عمل من الأعمال الدرامية أو الأعمال الخيالية إلا وفيها رسائل تغرس في المجتمع، وبالتالي بحسب اطلاعي على الفيلم وقفت على بعض الضربات القاضية التي وجهت إلى الدين، وهذا الذي يهمني. أولا، صور الإسلام على أنه دين يؤمن بالخرافة ويعتقد في اللامعقول، وكأن المجتمع المسلم مجتمع قد أغلق عقله تماما وصار يتعامل مع بديهيات لا علاقة لها مع العقل الذي تطور به المجتمع الغربي. كون القرية كلها تؤمن أن ما قاله الشيخ صحيح، والشيخ يعلم، حتى الولد لما يسألوه يقول الشيخ بيفسر القرآن أحسن مننا وما بيكذب، وما دام قال أنا حموت إذا أنا حموت. شوفوا الخطورة، مع أنه ده يا أخوانا هذا ليس من الإسلام في شيء ولا علاقة له مع الدين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورى وإمام البشرية عليه الصلاة والسلام يسأله كما سأله جبريل، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الرجل يقول له متى أموت؟ يقول له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فمن وين يأتي هذا الشيخ بعلم إنه الطفل ده حيموت في الوقت الفلاني بعد 20 عام؟ اللي كلمه منه؟ هل جاته رسالة من ربنا؟ هل يوحى له؟ من وين يعلم؟ ونحن نقرأ في السنة حديث حذيفة بن أسيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقرت النطفة في الرحم، أول ما الإنسان يخلد في بطن أمه نطفة اجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة وهو نطفة، قال وضعها الملك في كفه،
ربنا يرسل الله ملك يصير في يده كده. قال ثم يسأل الله عز وجل يقول أي ربي أهي مخلقة أم غير مخلقة؟ يعني هل حتطلع جنين ولا لا؟ قال فإن قال غير مخلقة لفظتها الأرحام. يقول لك المرأة أجهضت تطلع الأرحام. قال وإن قال مخلقة قال الملك أي ربي ذكر أم أنثى فيكتب، شقي أم سعيد يكتب، ما عمله يكتب، ما رزقه يكتب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. فأنا ما أستغرب له أولا الشيخ اللي ودوني والولد ده واللي قالين بعملته دي يشوه صورة الإسلام، من أين علم الغيب؟ ثم ثانيا هذا الفيلم من جملة الحملة العريضة التي تحاك ضد الإسلام، وهؤلاء جميعا يعلمون أن الإسلام لا يحارب إلا من خلال ممارسات المسلمين. الإسلام في أصله لا يحارب، وكل ما يقدر يحارب الإسلام، لأن القرآن لا يتناقض والسنة لا تتناقض، والقرآن كتاب محكم من عند الله 14 قرن من الزمان حتى الآن، والتحدي قائم في القرآن، التحدي موجود في القرآن 14 قرن. ربنا يتحدى البشرية فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. حتى الآن لا من مشركي العرب ولا من مشركي العجم لم يستطع أحد أن يأتي بصورة مثل القرآن ولا أن يتحدى القرآن. ولهذا لما أدرك الكفار أن الإسلام لن يحارب من نصوص الإسلام لجأوا إلى محاربة الإسلام بتشويهه بأعمال المسلمين. يا أخي عقيدة خربة زي دي يصوروا بها يا إخواننا، ودي نقطة ثانية مهمة، إنه يصور السودان والدين في السودان على أنه دين خرافي، دين خرافي يؤمن بخرافات قديمة، ومع ذا يأتي في آخر الفيلم رجل يقال إنه سينمائي أو رجل متحضر على صورة رجل علماني لا يريد الدين، وهذه تمثل رؤية مخرج الفيلم. يجي للولد في الفيلم يقول له حتموت في العشرين عشان يقنعه يشغل عقله ويطلع من الدين تماما. بل لما سألوه في برنامج في البي بي سي المخرج ذاته قال أنا مش داري يخرج فقط من الدين، أنا داري يخرج من المنظومة اللي فيها هو كلها، سلطة الأسرة وتقدير الأم، كل السلطة الدينية الحول والسلطة الاجتماعية داري يطلع منها. وهذا ما يراد بنا أيها المسلمون الكرام، ولا عذر لهم ولا عذر لأي زول يعاني الإسلام. لماذا؟ لممارسات بعض من انتسب إلى الإسلام. ما عندك حجة، في ناس مسلمين غلطوا يقول لك وأكلوا أموال الناس وقتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وفعلوا وفعلوا، نقول له هذا ليس مبررا إلى الطعن في الإسلام، ده مبرر يحاكم به من قتل ويعاد عليه من أساء إلى الإسلام، لكن لا يعاد عليه الإسلام، والإسلام بريء من صنع كل من أساء. إذا كان يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى ناس عشان يجمع منهم الزكاة، لما وصلهم قاموا قالوا له هم ما أحسنوا العبارة، قالوا صبأنا صبأنا
العبارة معناها كفرنا ارتدينا. فقاتلوا خالد وأخذ الغنائم منهم. لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس ما كفروا لكن عبروا غلط، قالوا صبأنا. النبي عليه الصلاة والسلام رجع لهم غنائمهم وضمن دياتهم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. دين كده يا أخوان، دين الإسلام والعدالة لا يقبل الظلم إن صدر من مسلم. لكن هذا لا يعني أن نطعن في الإسلام لأنه في فرقة إسلامية أو جماعة إسلامية أساءت فهم الإسلام. أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن يا أخواننا، خلاصة ما في هذا الفيلم الذي انتشر أنه يصور الدين الإسلامي بصورة لا تواكب العقل. ولا بد أن يعلم الجميع أنه حتى في العلم الحديث، علم الطب أو علم الفلك أو غيره من العلوم، ليس في ذلك نظرية واحدة صحيحة تخالف نصا إسلاميا بمفهوم صحيح. واحد من الشباب لما اتكلمت عن الآية إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام الجزئية دي ويعلم ما في الأرحام، قال طيب العلم الحديث اكتشف طريقة اللي هي طريقة الموجات الصوتية وغيرها يعرف بها ما في بطون الأمهات، وكأنه داير يضرب القرآن بشنو؟ بالعلم الحديث. إنه العلم الحديث اكتشف إنه في أشياء في القرآن غلط. قلت لولا الغلط مش في القرآن، الغلط في الفهم الصحيح للقرآن. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويعلم ما في الأرحام، ده ما معناها إنه الدكاترة ما حيعرفوا بالموجات الصوتية. والعلماء أجابوا عنها بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله يعلم ما في الأرحام بدون واسطة. ربنا يعلم ما في الأرحام بدون واسطة، والطبيب الذي يعلم ما في الأرحام ما بيعلم بدون واسطة. يعني ما حتجي المرأة تجيب قدام الطبيب ويقول لها اللي في بطنك ده مولود ذكر ولا أنثى، إلا يستعمل شنو؟ جهاز الموجات الصوتية أو غيره. وكده يبقى لم يعلم الطبيب الغيب، إنما العلم عن طريق الموجات ده علم شهادة ما علم غيره. ده جواب أول. الجواب الثاني، ربنا قال ويعلم ما في الأرحام، ما وما هذه تفيد غير العاقل. قالوا إذن ربنا يعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق، قبل ما يخلق. هل الآن الموجات الصوتية وغيرها تعرف نوع الجنين قبل التخليق؟ الإجابة لا. جواب ثالث، ربنا قال ويعلم ما في الأرحام، وعلماء اللغة قالوا كلمة ما لو أدخلت على العاقل فإنها لا تفيد ذكر ولا أنثى ولا اسمه، إنما تفيد الصفات ده. ربنا قال ويعلم ما في الأرحام، الجنين ده ربنا بيعلم متى يولد واسمه منو وبعيش كم وبيتزوج ولا لا وحيقرأ وين وحيكون لونه كيف وحيعيش كم، دي كلها صفات للمولود ده ما يعلم إلا ربنا مهما تطور العلم، ديك ما في حد يعلم. ولذلك لا تعارض بين القرآن وبين العلم الصحيح. لكن العلم منه نظريات ممكن تكون النظرية غلط، كما ضج الناس يوما من الأيام بنظرية داروين وفي النهاية لقوها كنظرية علمية فاشلة وغلط.
النظريات تخطي والقرآن لا يخطي، ولكن قد نخطي نحن في فهم القرآن. فنقول هناك تعارض بين القرآن وبين النظريات العلمية. ولذلك أنا ما أريد أن أخرج به من هذه الخطبة أن شبابنا الشباب المسلم لا يكون مهزوزا في دينه فيرضى الطعن في الإسلام بسبب ممارسات بعض المسلمين. ما نقبل الطعن في الدين. أي إنسان من المسلمين ارتكب خطأ، قتل ولا ظلم ولا أجرم باسم الدين، نحن ما بنقبل الطعن في الدين بسبب فعله. هو معاتب وهو مذموم وهو مخطئ، لكن يبقى ديننا صافيا، يبقى ديننا غير ملموس بأي نوع من أنواع الطعن، ونحن قادرين ندافع عن ديننا. ليه أنت كشاب مسلم تكون مهزوز؟ ليه يخدعوك بالحضارات الغربية؟ يقول لك الدول الأوروبية ما تطورت إلا بسبب شنو؟ الانفلات عن الدين. غلط. ليه؟ لأن دينهم يحارب العلم، وديننا ما بحارب العلم. بل ما في القرآن أمر واحد ربنا قال زيدوا منه إلا العلم، وقل رب زدني علما. ديننا ما حارب العلم، ديننا ما حارب التطور العلمي، ديننا ما حارب الصناعات زي دينهم هم. عشان كده هم لما لقوا دين مكبل ومقيد ودين متناقض دارين يطعنوا في ديننا زي ما دينهم متناقض، ونحن ديننا لا والف لا، وقادرين ندافع عن ديننا امام كل من يطعن في هذا الدين الحنيف. مره كنت في كليه من كليات الطب، واحد من الشباب قال لي نحن بنتناقش في منتديات فيها غير مسلمين، وقالوا لنا القران بتاعكم فيه غلط، فيه غلط لغه، نحن اللغه العربيه. قلت لهم المشكله ما في القران، القران ما فيه غلط، لكن المشكله فينا نحن كمسلمين ما تعلمنا كويس عشان نقدر ندافع عن ديننا. قالوا لي الايه ربنا قال ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم، وانتوا قال بتقولوا انه ان حرف توكيد ونصب بتنصب المبتدا وبترفع الخبر، وذيلا الاثنين جو مرفوعين، هذان لساحران. قلت لهم ما في مشكله في القران اصلا، لكن اللي جاب لكم الشبهه دي هو ما بيفهم اللغه العربيه، لانه ان الموجوده هنا بما ان المؤكده والناصبه، لا بان المخففه، وإن المخففة لا حكم لها من الإعراب، وهي بمعنى نعم، أي نعم هذان لساحران، ويبقى هذان مبتدأ، لساحران خبر، اتصلت ده واللام المدحلقة، ديل مبتدأ وخبر، وإن لا محل لها من الإعراب. المشكلة ما في القرآن، لكن بقت المشكلة فينا، كيف نتعلم لندافع عن ديننا؟ وكيف نكون أعزاء بديننا نحن؟ نكون أعزاء بديننا، وما يهزنا أي موقف حصل من بعض المسلمين من عقائد خريبة، ما يهزنا، ده ما يمثل الإسلام. واللي حصل في الفيلم قرية كاملة تؤمن في الشيخ، وإنه الشيخ يقول لهم ده بموت شعري كده ويوم كده يصدقوه، ويقول لهم ده بعيش كده يصدقوه، ويبقى هو المرجع عندهم ده باطل ما صح. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يجي يعلم شيخ من الشيوخ في السودان بعد 14 قرن من الزمان، هذا يقولنا لا يجوز. وعليه فعلى شبابنا جميعا العزة بدينهم، وأن نعلم أن التطور لا يتعارض مع الإسلام أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العافية والسلامة في ديننا وفي دنيانا. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور. اللهم خرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم فرج عن بلادنا، اللهم أنزل علينا الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم جميعا في يومنا هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وأسأله تعالى أن يديم علينا عافية والسلامة. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة الحمد.